أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوارة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمان تلادة وقضبة حساسية ينا سو سعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أو آرين حاليس أهكد ديجيس لماركاسينا أفكا فورتي شيخ تينا إن سيد ديج ديجه مدحوين عصب لو دورتو مشرحين تقار مدحوينها أتاقن أو دقال اللانسو وجه دي شيخ شريف شيخ أحمد أيا وحا أو كهد لي أرما حساسية وحا أو نيري الدالك وحا أو كجرا حالد حاليس أهي أو آن لديل سنكرين وحا لوكسون يهي أمن الدرد بحسن إيه كجرتا ودن كأي سيدا هي أدها أمنيغا أي أغاقول درايستين سوغد أمنيغا إيه بقود الشد واجب كيلو إقمدي سيدو كلا هي أذيه دقالها إيه دوني دا سيدا IMF إيه WB وحي ولاعك موجيين رادو حميدا أي ريبي كرتو جريتان كدورا شد أو أي أغوه ريسو كو إن لها كيو ديخيه لغو كابي جري ميسانية دا دولد دا أما دالكا لوا إن هنان كي دين عفين تا او غلو حكا دا أما ديب او دا حوغن سو كاب شديسو أي قادن دونتو مدى آدو دير سيدا أوغيد وحال لغم مارمان أحي إن سيد دك دغهي لو قبتو دورش دا قدونك بارلمانك يمدح وينها مر والبا او ديب او دا اكو يمادو دورش دا وحاسي كورنيا حاليست جرتا ايكا دنكا اهي دادكا ايا دولد نمدا صوماليات وحان اوغو باقيا قولها ودا تاشيغا قرنكا ايا قدiga دورشوينكا ان اي مسؤوليات دقاتان لانا داريو حلبانا دا سي اي او قدان واجباكو دا قرن مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ احمد ايا امينكا قوستاغن اسلام مركاسنا وحا اوكا ولاعسن يهي ان دالكا او غارو كون سغال بغول كو ايا سغاشن كي اوكالي اسلام مركاسنا دقالها لغا جرتو هيداها عالميكا ايكا هلالان دوهاني محمد عبدالله فرماجو يدلاغا قسلا وحي دحاد او حيران ايان ان اي وحوال بحاكيان اسلام مركاسنا دالكا او دقال سوكايا غالو هدي اي سان كسو لاوان كورسيغا فيلا صوماليا دينا عكالا حيلي دورا شدا هير غبا غبا اهي مريسو ايا هدانا وحال لسوغا يا مدى ugu saameynta badan oo ah tartanka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya cidda noqon doonto labadii jeer ee u dambeysay 20 musharax wax ka badan ayaa tartamay oo madaxtinimada isku soo daagay balse Xasan Sheekh iyo madaxweynihii hore Dhowaane Farmaajo ayaa si dib badan ku helay baratan ay galeen kadib musharaxiinta hadda waa ku dhawaa 10 iyagoo ku midaysan yihiin golaha la magac baxay midowga musharaxiinta mucaarata balse mid kasta ololihiisa si hoos ayuu u wataa مشرحين تكالا اي بنانكا كجوغا ميدوغا مشرحين تا ادا يو افر بديهين سند كاني إلا صدن ايا لقياسا يا ورباهين تا ايا اوغاتي إلا وريد لو كرسون يهي او اه ان قاركود مشرحين تا اي وايين إليه دقال اي كتشانايين حدان اي ادويهين ان اي كهران ترتنكا ان كستو مقع يدو دا آن لوده هيلين حدان وحا كجرا كو سامين كد احله ميدوغا مشرحين تا اسلام مركاسنا اي هميغودي دقال الا آن اوغاري كران شيخ شريف شيخ احمد سعيد داني حسن شيخ محمود يدوهاني فرماجو وا انت مشرح اي الا اي حد يصوبا ان اي ترتنكا اوغالان وحاس ايغونا شكي قلين ايا هنكودا حسن شيخ عبد الرحمن عبد شكور ورسمي الداهر محمود قيلي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري او بالكهر سو شعب بحضي انو هيستو اغلبيات بدن اي كلسوني ان حلكا او هيلكرو ايا مالمي هيدن بلغا واي مسرحة اولالها دورشدا ما دام اللعق حوقن لوغا داعي دالكاسي كينيا ديبو ملعسيقا سياسة دا صوماليا عبد الرشيد علي شرمارك رئيس الوزارة ايوسو نقضي عبدولي علي قاس رئيس الوزارة صوماليا ايوسو نقضي مركي الدنباني مدحوينها بودلان ايو نقضي فرماج رئيس الوزارة ايوسو نقضي مدحوين صوماليا ايو مركي الدنبان نقضي قيرة اما عمر عبد الرشيد ملقا يابا ان ايقونا منصبك اوغو سرعيه اي قرنك اي مدحوين اي هلي كران سند كاني تاريخ داسي ايادو اسقو ريسا اوغيد سيكستبها اهاتي دقال حمي اوغيد ايا امنك مشرحين تقار وحال اللي يهي وحاب معقول اهي اس ديوان قلين تكوبات اي باكو هران فضلا دب او داور كيني هوري اي عالان سيد ميديا حق حساسية دوهان فرماجو او ابو ريا قال الله سو سياسة دوهر له هجامي احس بيجي إليس أهنا مشرح مدحويني عبدالقادر عصب لي علي أيا شيغي إن فرماجو إستاغي إسكو دايك لي أو قال الله سو أبور آهي سي أو أفاوذي يو حنانك غبا غبا دا كود دوية دورشو إن قارنك عصب لوحو شاك وينك موجيي كولان أو دوان دوهان فرماجو لقاتي تليال عيدان أو إساق كامر قاتا كواسي أو قيب كاها مشكلة دا سياسة ديد اي مدد دا سو تاقنيت وحونا عرباوي إنو سعودو أبابول كا قال الله سو هر لي اسلام مركاسينا دورشو إنك غدا لوغ إستاغي
wuxuu xusay in 5 sano ee la soo dhaafay farmaajo gubay dhamaan kaararkiisa siyaasadeed isla markaasina aysan jirin wax sharciyad ah oo haysto wuxuu la yaab ku tilmaamay in shir looga hadlayo amniga caasimada iyo guud ahaan dalka oo aysan qayb ka ahayn ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo wasiirkiisa arrimaha amniga iyo gaashaandhigga dhowaane farmaajo hore la qaatay saraakiil ciidan iyadoo lagu gambanayo sugidda amniga kulankiisu ma ahayn mid dimuqraadi ah oo loo dhan yahay kulan sawir fiican bixinaya ma ahayn taa beddelkeeda wuxuu u ekaa isku day kale oo qaralaase abuur ahay waana ka digaynaa ayuu yidhi cabduqaadir cusubleh musharax cusubleh 5 sano ee lasoo dhaafay si weyn ayuu uga soo horjeeday dhowaane farmaajo waxaase xusid mudan in doorashadii bilowgii 2017 uu 5-20 cod siiyey dhowaane farmaajo kadib markii uu ku haray wareegii koowaad ee tartanka qaranka si kastaba ha ahaatee dhowaane iyo tiim filla soomaaliya waxa ay doonayaan in gebi ahaanba doorashada la hakiyo isla markaasina qaraxyo waaweyn ayay damacsan yihiin dhinaca kale ururka al-shabaab oo shaacisay qabiilkii iyo xogtii ninkii isku qarxiyey xildhibaaneed aamino iyo beledweyne kooxda al-shabaab ayaa baahisay macluumaadka ninkii 23-kii bishaan isku qarxiyey xildhibaaneed aamino maxamed cabdi xilli ay ku sugneed afafka hore ee xerada lamagalay ee magaalada beledweyne warbaahinta taageerta kooxda argagixisada al-shabaab ayaa baahisay cod laga duubay maxamuud cabduqaadir oo ahaa wiil 25 sano jir ah kaas oo isku qarxiyey allah u naxariistay xildhibaaneed aamine maxamed sida uu codkan la baahiyey ku sheegay maxamuud ayaa ka dhashay beesha mareexaan wuxuuna ka sii ahaa jufada cali dheere sidoo kale maxamuud cabduqaadir ayaa sheegay in sannadkii 1997 uu ku dhashay magaalada beled xaawe ee gobolka gedo halkaas oo ehelkiisu ay degan yihiin ninkani oo inta uusan isqarxin laga duubay ku dhawaad 20 daqiiqo oo cod ahi wuxuu ku celcelinayaa in la jihaado oo gaalada lala diriro laakiin dadkii uu isku qarxiyey dhammaantood waxay ahaayeen muslimiin soomaali ah reer beledweyne ah xildhibaan aamine maxamed cabdi oo aheyd gabar ahluddiin ahi ayuu toos u beegsaday ninkani oo isku qarxiyey waxayna geerida dadka kale ee aamine la dhintay ay kor u dhaafayaan 50 qof halka in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen gebi ahaanba dadkii masaakiinta ahaa qaarkood ay ku jireen dad miis ku ganacsada oo odayaal ahi ay ku jiraan ayuu halkaasi ku xasuuqay waxa ayna al-shabaab leeyihiin dhammaan waxay ahaayeen murtadiin dhinaca kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo foster kulankani ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka dhacdooyinkii argagixiso ee u dambeeyey ee ka dhacay muqdisho iyo beledweyne sida lagu sheegay qoraal uu xafiiska rooble ka soo saaray kulankaasi sidoo kale waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray xaaladaha bini'aadinimo iyo sidii ay dowladda ingiriiska dhankeeda uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka abaaraha dalka ka jira safiiradda ayaa ra'iisul wasaaraha uga tacsiyeysay dadkii waxyeeladu ka soo gaartay weerarada argagixisada ee ka dhacay muqdisho iyo beledweyne iyadoo sheegtay in dowladda UK ay ku garab taagan tahay xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed dadaalkooda ku aadan xaqiijinta nabadda dalkooda ugu dambeyntii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhankiisa u xaqiijiyey inay ka go'an tahay in qaybaha ka harsan doorashooyinka dalka oo gabagabo maraya ay ku soo dhammaan doonaan si nabad ahi si kastaba kulankani ayaa qayb ka ahaa kulamo kala duwan oo ra'iisul wasaare rooble uu maalmihii u dambeeyey kaga arrinsanayay xaaladda amni ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka qaranka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka